يا ابو حميد وينك يا زلمه زمان عنك؟ قال لي يا ابو شريك ده اليوم لعندي لا ده تريكس للصبح. لا لا راسي والله يا ابو شريك عندي درس عندي فحوصه يا زلمه انا قضيها لعب ورق ولعب شد يا زلمه. لك تعي يا زلمه لسه تدرس؟ لك ايش هي دراسه دي بس تعال اليوم نلعب دق للصبح على اغاني على رقص على سكر تا لك لا ابو شريك انتوا شو اللي فاشلين يا زلمه عيفك منا يا زلمه انا بدي ادرس بدي اروح اتخرج يا زلمه ناقصني انا شو اللي فاشلين انتوا لك ام دا يا زلمه بتروح عليك البركه شو بدك من هالدراسه يا البطيخ تا يا زلمه لك لا لا يا زلمه كلها ضل شهر واحد للفحوصات يا رجل شيلك يا زلمه بدي ادرس بدي اقول يا رب يا زلمه بدي التفت لدراستي لك بدي ادرس الدريس عيد يطلع من القرصي دكتور مهندس هتضحك روح روح يلا روح سلام يا روح روح لا يا زلمه دراس 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 لك ولد والله العظيم انتم ما وراكم غير خراب البيت روح لا روح سلام مين استفاد من الدراسه لحتى تستفيد من الدراسه يا خلينا نكمل لعبنا يا سيدي اول شغله خلصنا منها الله خليني ابلش او ما اعمل رياضة اول شيء يا رب والله الواحد يدرس بس جوعان انا يا زلمه خليني اشوف امي ايش عامله اكل خليني اقوم اكل بعدين بدرس اي امي ايش عامله اكل مشان ما انتهي على الدراسه قولي لي ايش عامله اكل مشان اجي اكل على السريع وامشي ايه ابني لسه عم بطبخ مالك شايفني عم بطبخ يعني امي مطوله بدي اكل جوعان انا بدي اروح اشتغل اروح ادرس امي ما القى حالي دريس ما شاء الله عنك دريس هلا صرت دريس استنى شوي بصير اكل شوي بصير اكل ليش بصلتك محروقه يا ستي دريس هلا حظي يعني مطوله مطوله انت حسبي الله ونعم الوكيل بيجي الواحد بده يدرس بلتعوه بألف شغله يلا دي عم استناكي ما شاء الله عليك رح نستفيد من دراستك ومنك انت يا عيني يلا امي على السريع جعت انا ما في مجال تفضل قول درسنا يعني بدي يدرس الحمد لله رب العالمين يا سيدي لك الطيب الله يعطيك العافيه الحمد لله دايما وابدا يا رب طعمتنا من خيرك لا تحجنا لغيرك يا رب نوم نلتفت لدراستنا الحمد لله رب العالمين ليش شو بيطلع منك انت؟ لا بلك ما استفدنا منه شيء بس بعد الاكل لازم الواحد يهضم يا زلمه ما هو هيك خلينا نقوم نهضم شوي شوفني عم تنزل قرف شو عم بيصير معك اساس بدك تدرس لا امي لا بس دقيقة بس عم هضم لازم واحد يهضم بعد الاكل يا امي يلا ابني يلا بسرعة حسيت البيت هيك بكون واحد هضم صار تمام هلا صرنا جاهزين للدراسة يا رب يا رب
والله بجد بده ديكور جديد ولو بده تغيير في واحد عشان هيك يرتاح يا زلمة، يرتاح نفسيته هيك ياخد راحته يا زلمة هو عم يدرس. لازم اغير ديكور والله ما بصير هيك. هيك ها؟ هيك صارت الغرفة هيك منيحة يعني، صار خرج واحد يدرس يا زلمة، هيك أحلى يا رجل، هيك الديكور أرجل يا زلمة، وين كان وين صار يا زلمة؟ أحلى بكثير بكثير بكثير. خلينا نبلش بالدراسة، أبلش بالدراسة، أول ما تشطح شوي لأنه تعبت كثير، خلينا أتشطح وأنا متشطح بدرس أحسن له، يا رب. إيه الزلمة كويس هيك برو، وين تشطح هيك هو، هيك هو متشطح معلم. شو ابني؟ عشان بدك تدرس؟ صارت ساعة 8 الدنيا مغربيات صارت، ساعة بدك تنظف، ساعة بدك تظبط ديكور، ساعة بدك تاكل، ساعة بدك ترتاح، ساعة بدك تشطح، شو هاد؟ ايه بدك تدرس؟ لا يا عمي عم بدرس، بس انا هاد انا متشطح هيك احسن، انا بكسر ظهري وانا وبارك على الكرسي، فقلت خليني اتشطح شوي. احسن انا متشطح هيك برتاح شوي برتاح. يعني عم تضحك علي؟ اللي بدك تنام؟ بدك تنام انت باين عليك. لك يا ماما في حدا بضيع مستقبله؟ قلت لك ما راح نام، انا راح اتشطح شوي هيك وعم بدرس. انا بدي ضيع مستقبلي بايدي؟ عم بدرس انا شو بك؟ تمام يلا، الله يوفقك يا ابني ويحميك ويعطيك الف عافيه. يلا انا بدي اخليك ترتاح وتدرس على راحتك، وانت عم تنخبط. لأنه طلع درس هداك درس وهذا بدأ ما زبطت.